رقم 7 ده عجيب عجيب وساحر الحقيقة. السماوات 7، أبواب الجنة 7، ألوان الطيف 7، الأيام 7، رقم يرمز للكمال. علشان كده ما كانش غريب أبدا إن مراحل الحب المكتمل يبقوا 7 مرات. أنا ما صدقت لأي ده. لا، رقم 7 باليوناني اسمه إبتا. مفيش حاجة اسمها صدفة، كل حاجة بتحصل بسبب. بحبك. ومن هنا نقدر نوصل للمرحلة 7، إبتا. على شاهد بلس اشترك الآن.